السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعلومات اللي جاية ديت لازم أي حد عنده زنطة جي 1 يكون عارفها. معلومات مهمة جدا جدا جدا، ويمكن لأول مرة تعرفها ومحدش هيقولها لك عن زنطة جي 1. هنبدأ من الجنطة اللي قدام. واحنا طالعين كده لغاية نهاية المكنة إن شاء الله. أول حاجة الموتوسيكل ده طبعا قلنا مواصفاته في فيديو خاص بيه، كل المواصفات الفنية والهندسية وازاي تتعامل معاه وازاي تصينه وكل حاجة عنه، لكن في شوية معلومات كده ناس كتير جدا بتسأل عليها وما تعرفهاش، ما حدش هيقولك عليها. طيب أول حاجة الجنط اللي قدام ده عرفنا ان هو مقاسه 17 والكاوتش وازاي تعرض الكاوتش والكلام ده، لكن من جوه البلية لو باظت مقاسها كام؟ الجنط ده بيحتوي على بليتين، واحدة يمين واحدة شمال، مقاس 6004 604 تمام، يبقى بليتين 6004. طيب هنطلع فوق شويه كده، ده خلاص المساعدين بليه الجدون، عندي المرش. طبعا في ناس كتير جدا ما تعرفش يعني ايه هفتح الكرسي ازاي. شوف كده انا فتحت الموتوسيكل، طيب كده انا فصلت الكهرباء. لو انا كده الكرسي اتفتح، شوف السوسته اللي شمال تمام، ايه الشلته اتفتحت اه كده قفل التانية تمام. يبقى انا عندي هنا القفل. طيب في كمان عندي في الكونتاك حته حلوه قوي، لو خدت بالك في امانه عشان ما حدش بقى ايه يحط لي اي حاجه في الكونتاك يبوظه. طيب افتح اللوك ده ازاي؟ عندي في مجال مغناطيسي ورا في ظهر المفتاح، لو انا عملت كده شوف اهي خلاص اتفتح. هقفله تاني، هدوس بس هضغط على الزرار بتاعه اهو تمام. طيب يبقى انا عندي الكونتاك في شويه شغل، اللي هم اول حاجه الكونتاك، انا هحط المفتاح عشان افتح الموتوسيكل اوصل كهرباء، ثم ان انا لو هفتح الكرسي الشلته اهو هفتح منين؟ تكة عكسيه كده فتح تمام. طيب يبقى احنا ايه هنفتح بقى الكونتاك عشان نعرف. عندي لمبة الانجن او تشيك او الصيانة، الاي بي اس، الاشارات، التنويرة، النور العالي. عرفنا الانوار اهو، اه الاشارات يمين وشمال. الانجن دي في ناس يقول لك ايه ده انا عندي اه ده كده في عطل، لا انت اول ما تدور الموتوسيكل دي بتختفي، والاي بي اس اول ما بتطلع بتختفي تمام، والان اول ما بتطلع بيدي غيار الاول دي بتختفي تمام كده، واللمبة دي بتفتح النور اهي وتدي العالي ديت هتشتغل معاك اول ما تدور المكنه وتدي النور تمام كده. طيب يبقى ده كده عرفنا بتوع ايه. عندي كمان ده اهو الخط ده كده بتاع الار بي ام، ده عوامه البنزين، السرعه، الساعه، الحراره بتاع الموتور ال 46 سي حراره الموتور، اللي تحت ديت الرحله بتاعتك، الكيلوات بتاع التشغيل، مش الرحله الواحده لا ده الكيلوات بتاع التشغيل بتاع الموتوسيكل 6400. طيب عرفنا المعلومات اللي هنا. طيب هنيجي هنا، الناس اللي بتقول لك هقول لك هنا الكتله هي مفيش الا زرار واحد مختلف عن اي موتوسيكل، دي بكره البنزين طبعا، المرش، النور، البطال تمام كده اهي. طب دي الايكو اختصار لكلمه ايكونوميكال، ايكونوميكال اقتصادي، ولذلك لو فتحنا الكونتاك اهو وجينا هنا شوف هتبص في اي حرف ايكونوميكال اقتصادي، انت من كده ماشي على استهلاك وقود اقل، ففي الاماكن البطيئه والزحمه تمشي على ايه؟ على الايكو. طيب لو انا هفتح الايكو هلغيه هيديني حرف اس، اس سبورت، سبورت اللي هو الوضع الرياضي، ان انا بقى طريق مفتوح وهجري، فهقدر اغذي الموتور بالوقود المطلوب للسرعه الايه؟ القصوى تمام. يبقى اس، هضغط على الايكو تاني اهو هيديني اي اهو اهو خدت بالك اي تمام. طيب الناحية التانية، الناحية التانية ده كلاكس، الفلاشرات يمين وشمال، النور العالي والواطي، الرعاش تمام. طيب هتقول لي دول معروفين، طب ده بتاع ايه؟ ده انتظار، هشغل كده هتلاقيني شوف الاربع اشارات مع بعض تمام. طيب يبقى احنا كده عرفنا طبعا ده الدبرياش وده مقبض ثابت، ده كده عرفنا ده كله. طب في حاجة كمان مهمة جدا، في واحد بيشتكي يقول لك ايه انا عندي مقبض الفرملة
او مقبض الدبرياش قريب من الجدون او بعيد عن الجدون اعمل ايه؟ حطين لي هنا في حاجة اسمها معيار اهو. شوف انا هشد ده لورا، شفت ده اهو، ده كده بعيد. طب لو انا عايز اقرب هرفع لورا وارجع الايه المعيار ده اهو، شوف قربت. نفس الموضوع هنا، حاطط لي معيار تمام. يبقى انا عندي معيار، ده المعيار ده بتاع السواق، ما حدش يلعب فيه الا السواق، على بعد ايده وعلى حجم ايده يقدر يبعد، يخلي المسافه ما بين الجدور ما بين مقبض الفرمله ومقبض الدبرياش تمام. في عندي معيار تاني للدبرياش اللي هو ده، وفي معيار تالت بتاع الميكانيكي اللي هو ده تمام. طيب يبقى انا عندي خدنا الوش كامل. طيب في حاجه مهمه جدا برضه في الوش، الا وهي الاضاءه. في عندي حاجه اسمها اضاءه ثابته، ان انا لما افتح دي اضاءه ثابته اهو، هفتح النور هقفل النور هي دي ثابته. عايز تفصلها تفصلها، بس هو الصح سيب كل حاجه زي ما هي تمام. طيب ننزل بقى على الموتور، احنا كده راجعين ورا اهو. التانك طبعا المكنه انجكشن، فما فيش فيه حنفيه بنزين، لا انت اصلا اول ما تفتح الكونتاك بتلاقي في صوت زنه، ده طبيعي جدا. الزنه دي منين؟ الزنه ديت من عوامه البنزين او الترومبه، المضخه بتاعه البنزين، مش العوامه اعتذر، المضخه بتاع البنزين الموتور بتاعها بيشتغل عشان يقدر يسحب بنزين ويوجهه فين؟ على الرشاش، الرشاش اللي هو داخل للمحرك. طب حلو قوي. المحرك ده ايه؟ تبريد ميه. تبريد ميه يعني انا عندي حاجه اسمها رادياتير. الرادياتير طبعا لازم يكون فيه نظافه، ما ينفعش الطين ده عشان التبريد. تاني حاجه الميه ما بتزودش من الرادياتير، لا ده بتزود من القربه الناحيه الثانيه اهي، القربه اهي، بفك الغطا ده اهو. طب تعالى نلف الناحيه الثانيه عشان الناس اللي ايه اللي لسه جديده في المساله. القربه اهي تمام. القربه حاطط لك عليها، انا هزود من هنا مش من الناحيه الثانيه، والمكنه تكون بارده، لان الغطا ده لو غطا الرادياتير للناحيه الثانيه لو اتفتح والمكنه سخنه ده خطر ليك وللمكنه وليك انت اكتر تمام، هينفجر. طيب الميه هتنفجر في وشك زي بتاع العربيه بالظبط. طب انا عندي خط اهو وخط تحت تمام، الميه كده مظبوط وتحت ناقصه، الميه دي بتتغير؟ لا بزودها. طب اجيب ميه ايه؟ خضره زرقاء حمراء مش فارقه اللون، المهم عندي يكون التركيز 33%. تجيب اي نوع مضمون بس تركيز كام؟ 33% تمام. يبقى ده بخصوص الرادياتير. حلو كده. عايز ايه تاني؟ نرجع بقى ورا. يبقى انا عرفت ان ده اهو لتر زيت، ولو هغير الفلتر كل غيارين وغيار هغير لتر و50 او لتر و100، 10 40 ده في اول 70,000. بعد كده بنغير، وهنعمل فيديو عن ازاي استخدم الموتوسيكل ده بعد عمر الافتراضي اللي هو ايه لبعض الاجزاء. يبقى احنا كده عرفنا ميه الرادياتير الزيت بتاعه كام، وهيتغير كل قد ايه، ده حسب مشيك انت طبعا. الشكمان هنرجع تاني، المساعد ده كده كله تمام، عرفنا نفتح الكرسي ازاي. طيب هننزل تحت شويه، تل الفرمله الاسطوانه، وقلنا هنحافظ عليهم ازاي، آلة الجر. واهم حاجه عندي في آلة الجر ايه يا مولانا؟ تعال المعيار، معيار شد الجنزير. بلاقي ناس ماشيه بيه مهوى قوي، يقول لك ايه عشان انت بتقول لازم يكون في تهويه، لا ما هو تهويه معقوله اللي هي سنتي وسنتي تمام، يعني 2 سنتي، وفي نفس الوقت ما يبقاش مشدود قوي. يقول لك اصل ممكن يخربط، لا ما تخافش مش هيخربط، اصل ممكن يقع، لا ما تخافش مش هيقع، بس لازم يكون في تهويه، لان انا ايه في عندي حاجه اسمها مطبات وعندي امتصاص صدمات، الامتصاص ديت بيشد معايا الجنزير. طيب هتقول لي طب البلي بقى اللي ورا، هقول لك الجنط الاول مقاس 17 زي اللي قدام بالظبط، وتعريض الكاوتش برضو اتكلمنا عنه. البلي اللي ورا عندك بقى هنا ثلاث بليات مش اثنين، يبقى بليه يمين وبليتين شمال، بليه للجنط يبقى الجنط له بليتين، وبليه للفلانشه، الفلانشه بتاعت الترس. البليتين بتوع الجنط 6204 تمام، البليه بتاعت الفلانشه 6205 تمام كده. يبقى انا عندي مقاسات البلي ايه؟ موحده، اثنين بتوع الجنط 6204 قدام 6004، 6205 ده بتاعت الفلانشه. ده كده كل شيء عن الـ الحاجات اللي انت لازم تعرفها عن زانتوس جي 1، او الحاجات الفنيه او الحاجات الدقيقه او الحاجات اللي لازم تعرفها عشان تعرف تتعامل معاها. طبعا في حاجات مهمه تانية ان شاء الله، اي سؤال او استفسار تحت في التعليقات ان شاء الله نعمل لكم عليه فيديوهات باذن الله. ده كده الحاجات اللي انت ايه على السريع برضه عشان ما اطولش على حضرتك. دمتم في امان الله، ما تنساش دعوه كويسه، الاعجاب والتعليق والمشاركه والاشتراك في القناه. دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.